nabiga caruurtiisa waa 7 horey ma u taqaanay wiilashu dhammaantood way dhiman doonaan ayagoo yaryar xigmada ku jirtana waan idiin sheegi doonaa ka warran haddii uu ilaahay adiga kugu sallinayo nabigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam hal mar oo keli a qofka igu salliya 10 jeer buu allah qofka ku salliyaa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أيها الأحبة في الله وحان ولي لحظة كجرنا إدقونك إيا عذرك إيا برفونك إيا عطورتي إيا إدقونك أن كل الذي فيني قلبك يجا كشاكينت نبي محمد صلى الله عليه وسلم كصلنت نبيك صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 نبي حجر صلى الله عليه وسلم هل مرء كلي أقفك إغو صلي صلي أنا وحا أغير نبي اللهم صل على محمد أي أغير طبن شرب الله كصلي 10 jeer buu allah qofka ku salliyaa ka warran haddii uu ilaahay adiga kugu sallinayo oo adiga uu kuu ducaynayo rabbul cizza sallallahu calayhi wasallama ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala nnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima ku soo dhawaada marka addarsu araabic darsigeenni afraad abnaau nnabiy صلى الله عليه وسلم عرورتي نبي محمد او لالي اي الهي او كبيري اي الهي او كابوري اي كفر عمي اي درسين الافراد كهلا يا بيد الله عز وجل وانا سؤاشي نشان يا طبنات ما شاء الله شن يا تمن سؤالود او نبي محمد الله حري لبض ما انت برتي كورن وهذه اد يا اد غالي قوي يا انا كل يراني نسولو كم عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عرورتو نبي قول علي واميقا سؤال كوضا وي نبي محمد صلى الله عليه وسلم تيرد عرورتي قول علي بل إيشيك وانو باهنا سؤال شا شنية طبلات جوابتي ذا شنية طبلات أبناؤه صلى الله عليه وسلم 7 نبي عرورتي سوى تضبو هوري ما اتغاني وما صنت horay oo maadan aqoonin hadda ka faa'iidayso ma rabtaa hadda ilmahaaga inaad barto ha hadda bar sidaa farta ugu taag waa 7 dhe nacam waxaa laga yaabaa inaad dhahdo waa 7 ee meeqaa wiilale meeqaa gabdho ah mar labaad ma taqaanay waad mahadsan tahay haddaad aqoonin wiilkaaga gabadhaada 5 jirka ah waa inay taqaano waa inaad barto nacam 3 dhukuurin wa 4 inaathin 3 wiil iyo 4 gabdhood isku dar waa 7 waxaa laga yaabaa inaad dhahdo mar kale nabigu haween badan buu qabeeyaa u dhalay haa haddaad qaadanaysaa haddaad baranaysaa wa kulluhum min khadiija ilaa ibraahim dhammaan 7 ilmood khadiija dhashay mid markii laga reebo wa huwa ibraahim magacyadooda gadaal baan kaaga kaa bari doonaa gadaal baan ka tirin doonaa لكن واحد إلا قادتا علمي يا أقونتا كل قد خديجة دشي وخديجة بنت خويلد وحاسكي وغوريي أو النبي وغورسدي صلى الله عليه وسلم وحيقول لشي لح الموت هلا وحال شي قبل لا غير مصر من قوق سنينك اللي تشري ونبي اسو هديي الضوم بي أحد ماريا اللي تشري القبطية gabar reer iskandariye abeed iskandariye waa caasimada labaad ee masar gabadhaas ayaa dhashay ibraahim idan maxaad baratay caruurta inay 7 yihiin maxaad kaloo baratay kulligood inay khadiijo dhashay markii laga reebay ibraahim haddana waxaad ka soo dhawaataa oo aad qalbi furan ugu soo dhawaataa xabiibkeenni mustafaheenni calayhi salaatu wasalaam عرورتيسي برامانت نعم كو القاسم
قاسم وأكبر أولاده صلى الله عليه وسلم عرورت النبي قلت علي قاسم بأغوينا وبه يكنا صلى الله عليه وسلم أسجانا كني أهان لغنا نيسولي أبو القاسم أنا هذا أبو طلحة ليلة هذا أبو طلحة معنى ذو حوي أنا قم مقعي هو محمود شيخ حسن شيخ آدم شيخ إبراهيم مقعي هو سيدة لكن أبو طلحة وامحي ويل طلحة ليلة هذا علي مركب طلحة أبيه نبي قو حليش أبو القاسم ويل قاسم ليلة هذا علي مركب قاسم أبيه نبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أبو القاسم وامحي نبي صلى الله عليه وسلم حيني سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي أنا قم مقعي الله بح محمد لكن أبو القاسم هلا بحنا قصتنا وحي أهيد نبي صلى الله عليه وسلم إيا سحابي كلو أسنى أبو القاسم لا يلاه ذو أو إسلا الصعدو أو صار الله صعدو أيا نمبا وحود دمع إنو ننك كلو إيانو بكاس يا أبو القاسم كاسو نبي قو قذال فيري صلى الله عليه وسلم كاسو ننك صحابي عيني أذيك رسول الله أذيك كلما هذا ننك كلا الله الله يا حقا إذا بحما ماشا كسو غزبار حقا إذا بالآن باكسو الاحترام لا احترام دره نبي واسوبة جيسي صلى الله عليه وسلم نبي مركز يقول سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ما قاعد الله بحا لكن أبو القاسم نبي يقول انتو نولا صحابة هل قفوا أبو القاسم لن يجروا كلم يجروا مركو انت لك ولا الله بحي كرا شرح يا يعني كل يراننا عرورتا ويلك أقوينا وحالا ليجر قاسم وانا كن يضا نبيك صلى الله عليه وسلم وحالا يا بنات هذا ويلك انتي سوق يعني دهان توفي وهو طفل صغير بمكة أصغوا يربو لنتي وأنا أركي دونا ويلشو لما انتوت ويلمان دونان أيقو ير ير حكمة كوشتنا وان إذين شيء دونا بإذن الله سبحانه وتعالى إذن قاسم أصغوا ير أيو لنتي مقالة مكة اللي يرادونا كل لنتي قاسم بانا لديك الله عبد الله عبد الله وحا أصغنا لديك ويلقب بالطاهر والطيب لبدا ما قعبوا لها عبد الله الطاهر والطيب كي طاهر كأها إيه وناك سنة ولد بعد النبوة ومات صغيرا بمكة يعني النبي انت وقرآن كسو دقي النبي لقد دقي كدبوا لشيء ما قال هذا مكة اللي إلى هذا وكل انت الصغير ما الله بدو حانا إنا ويلكي لبادي عبد الله أها ولذلك بقى النبي صلى الله عليه وسلم حجري أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن مجع هدي إلهي وويل كسيو مجع أوغو خير كبدن أوغو فضل كبدن أوغو في يعني اللي أكتيس والله وعبد الله يا عبد الرحمن سماريد وحيابه يقنا وحاكم إذا إن أي اللي بويل هدول شان عبد الله يا عبد الرحمن بوبحيان هداي متانا أقول شان حسن يا حسين أي أنت بدن أوبحيان مجع سماريد سيف عم بيرن تقول لقمان أوغو عمل فلان أنت هذا بدن إذن عبد الله ويلقب بالطيب الطاهر الطاهر الطيب أيا لها وحونا لنتي وحونا لشيء نبي مركي وحي الوسو دي كذب وحونا كل شيء كل لنتي مقالة اللي هذا كل لنتي مقالة اللي هذا مكة الصغير لما ما براتي حكسو علبل ما يلسعتي قاسم لبا عبد الله صدح إبراهيم إبراهيم هو يدي وحلي شر ماريا ومريم عمل إن النصارى ذو لما قال النصارى ذا كريشتنكو مريم ماريا ده مركا النبي عيسى هو يدي ماريا ويقانا مركا وأذيكم مريم يديوي مركا ماريا القبطية قبر وحي أهيت ري قبطية قبطية ذو نوحاوي وكريشتنك مصر دقن عاصمة اللباد مصر أو إسكندرية اللي يلاه ذو أيينا قبرنا كتمت ولد بعد الهجرة ومات وهو طفل بالمدينة وحول شيء أصدقوا هجرة ذا كدب هجرة ومعي يعني صدق هي طبنك السنة النبي قو مكتشو غي ما قال أنا أصو لكن مركي النبي قو مكتشو مدينة يمد أيول شيء ومات وهو طفل أصدقوا يربو لنتي ومات وهو طفل بالمدينة كلنت إذا وانيك كويل كوباد المدينة كلنت يوي بعد الهجرة نقول شيء مدينة كل شيء مدينة كلنت وليه مر كلنت ما لين تضيع حمد وبعدي
مركز هذا كي واحد ضيح بين مدوب هذه محايل ويل نبي بعد انتي مركز النبي يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخس لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي قرح ذا إيا ضيح مذوباتك قرح ذو مركي مذوبان إيسو ضيحنا مذوبان إيو قف بعد انتي أمر الشيء من مذوبان وآيات كمذا آيات كإلهي إيدتك اللي قعب سجليه مع سيد يظلم يقول مركو بطبع قرح ذو مذوباتها ضيحنا مذوباتها وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة بها فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا معجزئي آيات مكة إلا إن الإنسان كعبسيق لنؤمة ربنا يقول الله سبحانه وتعالى وسورة الإسراء أما سورة بني إسرائيل ما قال هيستا قاسم لابو عبد الله صدح إبراهيم بر عرور تعالى صدح ذي ويل هالكاسي كل ما ذين ما دامو صدح ذي ويل أدمقشين أيقو ير يربي الانتين حكمة كجرتة الله أعلم والعلم عند الله علمة الشيطان وحاكم ذا ما دامو النبي صلى الله عليه وسلم نبي أسن كدب بين إنو سن قف شيك تأسن شيطان هدي النبي وويلشي سميت كمذا بعده نولان لها إلا له لها النبي وحاكم بدلنا قاسم نبي وحن كوب بدلين عبد الله نبي صلى الله عليه وسلم وحن كوب بدلين إبراهيم سوس قفودين محايا للصومالي هذا وضع رتين وقاس بعد ما نيجي جرات بعد ما نيجي جرات كان لو بدل يويل كل علي معنى هذا وضع معي لحال سوق إنه أها عمل إن الله بهن دراد الله يقول يا النبي النبي كم دم بيو عليه الصلاة والسلام هذه النبي يدي هو النبي داود يا النبي أي إسلالين محلي لذا نبي داود يا أي إسلالين نبي داود يا إسرائيل نبي سليمان هذا إسرائيل ويسانا إسكت لحلين هذا ولا لا أهيان نبي موسى النبي هارون الله من نبي أهيان هذا النبي يوسف يا نبي يعقوب نبي يوسف يا أول على النبي يا استبتشوا جا سان لوردهن ويل والنبي قلت الله يبانو عليه ما سال لنا النبي قبله بديك سوى يسار أفرتها مدبا كوباد وزينب وانا اكبر بناته قبله النبي قول علي صلى الله عليه وسلم قبلنا اوغوين يا قبي العاص ابن ربيع ما قبي قرمي لمتي سنة كسديدات ايين لمتي توفيت سنة ثمانية هجرة النبي قبر كي عليه الصلاة والسلام سنة كسديدات ايين لمتي قبرنا سيدا نبي قبر كحوغا بكوريس نبي قول طبنات بول لمن دون صماه عليه الصلاة والسلام مركز أما كوي تبنات بالله وجدي مركز واسي سجالات تبنات أنت عسي كهري سنة بيجا صلى الله عليه وسلم قبض الله بدو رقية إنك أبو سمالك رقية أنا رقية مركز ورقية وحاق بي عثمان بن عفان نينك أوجح الشوط كبرنا ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونينك أي ملائكة حتى كحشون جبتي عشرة المبشرين بالجنة وكتري أفرت خلفنا وكتري أبو بكر يا عمر يا عثمان وخليفة صدق عضوي عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة مركي النبي صلى الله عليه وسلم لقول لي يا صحابة دي سمكة أولا أمري إلي صحابة أهجروا ذان أرض الحبشة يمن يا حقا عثمان يا حاسكي سوى إسرائيل وحي لمتي سنة كلاباد إهجر ذايضه يعني مركو ما كسو يجرو ذي ومدينة يميت سنة كلا بعض أي نمت قبلنا صدح هو أم كلثوم أم كلثوم أيضا مركي أي رقية كلمة عثمان تزوجها عثمان بعد رقية رقية مركي نبيغا عفوا رقية مركي كلمة عثمان أيا وحو قرسي ولاش محالي لأم كلثوم لكن نصيبنا وحي الماء ومطلين ولم تلد وماتت سنة 9 من الهجرة المرء مطلن سنة كالسقالات الهجرة ده مركا النبي قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لما شديد إذا لما قبل وضع النبي قول للي عثمان بن عفان بل لبضو بقبي لا إسلام قبين وقبل النبي للي هل نموذ قرسان كارو هذا هو رواق أقول أقول هذا براء قبل النبي للي عليه الصلاة والسلام هل زوجكم كل مان لكن مركا يرقية كلمتي أيوه قرسي عثمان بن عفان رضي الله عنه قبلنا
kale adiga sugeysan waa Fatima haddii soo bartay Zainab wa Ruqayya wa Umm Kulthum waxa halay Fatima Fatima gabadh ajiib bay ahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam ayada taariikh gooni marba insha Allah ka sheekeyn doona in kaana al-umr baqiya hadu umrugu ilahay baaq nooga dhigo wa ahabbu banati ilay sallallahu alayhi wasallam gabdhihiisa gabadha ugu jecla waa bid'u minni buli jir waa cad aniga iga mida ayuu nabigu dhigi jiray sallallahu alayhi wasallam wuxuu u guuriyay oo guursaday Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah توفيت بعد النبي صلى الله عليه بستة أشهر وحي لمتي نبي كذب لحبله عارضة قرن إيسا نبي وحود لري أردن نبي أصغر نول بيت انتين إلا فاطمة سلا تاريخ ذو أبرا ويلا شو هذا وقد أيقون يريان إن الانتين قبله صد حضاء هاي هورانا ويكمل الزينب وسألك سيدي أقول صار شغلي رقية أيه أم كلثوم صدح ضبا وأكوي محل إلى أنت النبي قال نول عليه السلام وحاها لي فاطمة فاطمة النبي قال وحي كدم بيسي وكليا أفر بيلوت عفل عفل لح بيلوت أنت عميلة فأنت لح بيلوت أي كدم بيسي وهي آخر بناتي صلى الله عليه وسلم أبنائه عرورتي سقبلي أود بيسي أي أهيد قبلنا إلى ذو فاطمة هل كوحا نكو براني ودرسينا أفراد كسو براني عرورتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه لصو أروري لصو كابا تضبع أي أهين سد حويل إي أفر قبلوت ويجن خديجة أي وضع شيء إلا إبراهيم مركل الرعب إبراهيم نمارية القبطية قبل إرهير مصر أي على شيء أيها الأحبة في الله وحنو مالينا يأينا درسي الآن أقول راحي ستين أن بر عرورتنا مقع إي مقع يدا عرورت النبي جينا صلى الله عليه وآله وسلم أيقو يريال شنسني لحسن با إنات كوب الله وضو إنتا نكاكل مينو درسي نشانات أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.